رايحين حق اليزاف مال السمك، حتى الحصل حويت الاسقوع اذا تودي حق الفنادق عليه ضريبه. هامور اذا تبيعه كامل ما عليه ضريبه، اذا اسوي فيليه عليه ضريبه. شو الطريقه يا ابا؟ زين اذا انا اخذ الايل من التاجر والتاجر يجيبه من برا، الحكومه تاخذ اول ميه عليه 5%، والمورد يجيبه ويبيعه علينا 5%، واحنا نبيع على المواطن 5%، هاي كم ضريبه صارت؟ كم ضريبه؟ انا بعرف بس يعلمونا شنو الضرائب. كلنا ترى احنا والبحرين كلها مو بعارفين شنو اللي عليها الضريبه، هاي بعد بلعناها وسكتنا. هالايام يمكن الكل يسمع ان في شركات تجي حق المحلات وتهددها اذا احنا ما سوينا لكم الجرد، ما جرد الحكومه بتقرر لكم 10,000 دينار. حتى السمبوسه رايحين لهم قايلين لهم ضريبه. يعني هاي الرصيد مالي يسوي له بربيه، كم يحط له ضريبه؟ اذا هاي السلع رايحين حق المحلات كلهم وقايلين لهم اذا انتم ما تدفعون او تسوون الجرد للحكومه خلال السنه 10,000 دينار.